ازيك يا ايوب؟ ازيك يا استاذ حسين؟ وازاي الناس في البنك؟ تمام يا ايوب الحمد لله. وازاي الاستاذ مايكل؟ عمل ايه في موضوع الشيكات بتاعه؟ لقاها؟ هو حصل له حاجه؟ هو اتضرر من موضوع الشيكات ده؟ مايكل تعيش انت. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اكيد لا. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ازاي؟ ده صغير ومش بيشتكي من اي حاجة. حصل ازاي كده؟ مراته رجعت من شغلها لقيته ميت. كام يوم اللي فاتوا دول كان متعرض لضغط كبير قوي، كان حاسس ان هو هيتحول للنيابه. واضح ان قلبه ما استحملش كل ده. حبيبي يا استاذ مايكل، لا حول ولا قوة الا بالله. ده كان جدع قوي، كان طيب معايا وبيعاملني زي اخو بالظبط. ده هو اللي دافن امي، هو اللي دفنها. يا رب ليه؟ يا رب ليه؟ ليه؟ ليه يا رب كده؟ ليه يا رب بتاخد الناس الطيبين؟ ليه يا رب كده؟